بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة الإعتيادية الخامسة عشر لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم المصادف الحادي عشر من نيسان عام 2023. قرر مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين بما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية للبلد والعمل على اسهام صندوق الاسكان العراقي بشكل اكبر في حل مشكله السكن ضمن خطه الاعمار التي تنتهجها الحكومه قرر مجلس الوزراء الموافقه على زياده سقوف مبالغ ومده الاقراض لصندوق الاسكان العراقي وتعديلها بحسب الاتي واحد زياده سقف مبلغ الاقراض ليكون ستين مليون دينار لمركز العاصمه بغداد واقضيتها ونواحيها ومراكز المحافظات واقضيتها ونواحيها استنادا الى احكام قانون الصندوق اثنين ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ اصداره ثلاثه الغاء سقف الاعمار التقاعديه وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء بالرقم 23080 لسنة 2023 لتصبح كالآتي: نقل الشركة العامة لموانئ العراق ملكية مساحات من قطع الأراضي المحددة ونقل وزاره الماليه مساحات الاراضي المحدده كذلك بحسب المرتسم المرافق لكتاب وزاره الصناعه والمعادن وبمساحه اجماليه تبلغ 4500 دونم الى وزاره الصناعه والمعادن الشركه العامه للصناعات البتروكيماويه لتخصيصها لاقامه مشروع النبراس للبتروكيماويات حصرا استنادا الى احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي المرقم 6 لسنة 2019 المعدل وافق مجلس الوزراء على ما يأتي تولي وزارة المالية تمويل مبلغ خمسمائة ألف دولار إلى سلطة الطيران المدني للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لغرض تطوير مطار بغداد الدولي وتأهيله تنفيذاً لما جاء في كتاب ديوان الرقابة المالية المرافق ربط قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2000 اثنين 2 استثناء العقد مع المؤسسه المذكوره انفا من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه رقم اثنين لسنه الفين واربعة عشر اقرار توصيه المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم ثلاثه وعشرين الف قاف بشان اجور الموازين الجسريه والسونارات بحسب الآتي: استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2020، المؤكد عليه بالفقرة الأولى في قراره المرقم 463 لسنة 2021. مع حتمية الالتزام بالحمولة المسموح بها لكل شاحنة، وفي حال تجاوز الحمولة عن الحد المسموح به. تفرغ الشاحنه من الحموله الزائده وتفرض الغرامه على الشاحنه المتجاوزه استنادا الى قانون الطرق العامه رقم 35 لسنه 2002، اقرار توصيه المجلس الوزاري للخدمه الاجتماعيه المرقم 23005 بحسب ما ياتي: واحد تولي مجلس الخدمة الاتحادي الاسترشاد بقاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة العمل والتدريب المهني الخاصة بالعاطلين البالغ عددهم مليون وخمسمية وتسعة وثمانين ألف وخمسمية وستة وخمسين عاطلاً عن العمل حيث تتضمن هذه القاعدة حملت شهادات بمختلف الاختصاصات ممن ليس لديهم شهادة وذلك لغرض استيعابهم وتهيئة فرص عمل لهم للتخفيف من نسبة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لهم اثنين استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يستهدف فئه الشباب لغرض تامين فرص عمل لائقه لهم وتقليل التوجه نحو الوظائف الحكوميه ثلاثه زياده اعداد دور حضانه الاطفال من اجل زياده مساهمه المراه في سوق العمل التي تبلغ عشره فاصله سته بالعشره استنادا الى قانون العمل بانشاء دور حضانه في المشاريع التي تعمل فيها النساء لتخصيص قروض تمنح لهذا الغرض فقط وافق مجلس الوزراء على ما يلي واحد منح المتبرعين بقطع اراضي لبناء المدارس ولمشروعات الخطه الاستثماريه درجات شخصيه اضافيه للتعيين على الدرجات الناتجه عن الحذف والاستحداث تشجيعا لهم. اثنين تتولى وزاره الماليه ومجلس الخدمه العامه الاتحادي تنفيذ ما جاء آنفا كلا بحسب تخصصه. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام جمهوريه العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور الذي دخل حيز النفاذ في 16 شباط 2022 ودققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور وافق مجلس الوزراء على تغيير تسمية شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إلى شركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية والمبيدات الي شركه الفرات العامه للصناعات الكيمياويه استنادا الى قرار مجلس اداره الشركه وأحكام قانون الشركات العامه رقم 22 لسنه 1997 المعدل. ايضا الموافقه على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤوليه الشخصيه لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية. أيضا تأييد مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتهم القانونية. شكرا.